الظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه دون وصيته دون وصيه الله دون وصيه وصيه دون وصيه وصيه عندنا دون وصية مع الله. فظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جزم ولا ذنب للغير من غير جرم ولا ذنب ولا ذنب من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يديلهم بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته. ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعية في حفرته مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه، سواء قالوا إنه قادر على أن ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، أو أنه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته أو في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به. ولا ريب أن الرب الذي فعل هذا مغيب إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب أن يفعل خلاف ذلك، لكن ظفروا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه من نصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده، ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به. فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، وكل مبتل وكل هذه الجملة كما عرفتم يشير بها رحمه الله إلى الرافضة. الرافضة يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استبدوا بالأمر دون وصيه، ووصيه هو علي بن أبي طالب. يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموا علي بن أبي طالب واستبدوا بالأمر دونه، مع أن علي بن أبي طالب بايعهما واستجاب لهما ولم يعارض، وكان يقول على منبر الكوفة يعلن خير هذه الأمة بعد نبيها عاصيان فاسقان كافران منافقان، نسأل الله العافية. ثم يقول أي الصحابة كلهم ارتدوا على أبدالهم كفارا إلا نفر قليلا فهم بقوا على الإسلام، وهذا لا شك أنه طعن في الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة أنفسهم، حتى الذين يوالونهم هو طعن فيهم. أما كونه طعن في الله فإننا نقول إذا كان الصحابة بهذه المثابة فإن كون الله عز وجل يختار لنبيه مثل هؤلاء ينافي الحكمة، لأن الحكمة تقتضي أن يختار الله لصحبة نبيه خير الخلق. وأما كونه طعن في شريعة الله فلأن الشريعة إنما وصلت إلينا عن طريقه. من الذي نقل هذا؟ الصحابة. فإذا كان الناقل
كافرا مرتدا، فكيف يمكن أن نأخذ بما نقل؟ وأما كونه طعن في الصحابة حتى من ولوهم فظاهر، لأن الموالين لهم كلهم بايعوه وأقروا لهم بالخلافة وأقروا لهم بالفضل